السلام عليكم طلابنا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم. هذه المحاضرة راح بعد أن أكملنا الريفرجريشن سيستم كبداية وأخذنا أيضا الكوندنسر والإيفابوريترز ودرسناها بالتفصيل. هسه ايش راح نسوي احنا؟ تذكرون احنا بداية المحاضرات وضحنا انه احنا راح ندرس الريفرجريشن سيستم بالتفصيل، الكومبوننت الأساسية مالتها. فبدينا بالبداية بالإيفابوريتر والكوندنسر، درسناهم بالبداية واللي هنا ذني كمبادلات حرارية مثل ما وضحناها ووضحنا المسائل الخاصة بها. هذا الإيفابوريتر والكوندنسر. الآن راح ناخذ كومبوننت إضافية، كومبوننت جدا مهمة اللي هي إكسبانشن فالف. الإكسبانشن فالف طبعا يعني على السمبل بي اتش دايجرام للسمبل فيبر كومبرشن ريفرجريشن سيستم يمكن تمثيلها بهذا المخطط اللي هو هذا أنتم درستوه بالمرحلة الثانية، كيف أنه حل الفيبر كومبرشن ريفرجريشن سيستم. الكابيلاري تيوب او الاكسبانشن فالف او الاكسبانشن ديفايسز بشكل عام اللي هو هذه نمثلها بهذا اللاين الهوريزونتال لاين، اوكي، اللي هو هذا 5 الى 6 هنا اذا عندي سب كولينج 5 الى 6، او ممكن اثبتها او امثلها بهذا الخط 3 الى 4. اوكي، الاكسبانشن ديفايس طبعا تلعب دور اساسي وكبير بمنظومات التجميد، فراح ندرسها بالتفصيل. طبعا المحاضرة تبدي من chapter 3 طبعا كملنا اللي هو الإيفابوريترز اللي هو كان أغلبها عبارة عن physical concept، وبعد ذاك أخذنا هاي المسائل اللي هو أغلبها على condenser design. الآن ندخل بالإكسبانشن. أهلا وسهلا، صباح الخير. فالآن هسه راح نبدي كإنترودكشن. الإكسبانشن فالف مثل ما مكتوب هنا is the one of the basic element in a refrigeration cycle. يعني نوضح لك انه الاكسبانشن فالف هي واحده او الاكسبانشن ديفايسز بشكل عام هي واحده من اهم الاجزاء، يعني البيسك كونسبت بالريفرجريشن سايكل. اوكي، بالريفرجريشن سايكل دورات منظومات التجميد. بعدين نجي احنا دائما نقول احنا مثلا ليش درسنا الايفابوريتر، اوكي، شنو الغرض الاساسي من الايفابوريتر على سبيل المثال. اوكي، فسان اسالكم مثلا شنو الغرض الاساسي من الايفابوريتر والكوندنسر؟ لا هيثم، انا اقصد الايفابوريتر قبل لا اروح للاكسبانشن ديفايس بشكل يعني اساسي. الايفابوريتر ايش كنا نسوي به؟ يعني شنو الوظيفه الاساسيه مالته؟ نعم، يكتسب حرارة بالضبط من الأطعمة على سبيل المثال لو كان دوميستيك ريفرجريتر، أو من الووتر إذا عندي كان تشيلر فيكتسب الحرارة. يعني الإيفابوريتر يصير بي فيس تشينج، يعني يتغير بالطار مال الفريون، أوكي، الريفرجرنت من التو فيز اللي هي أغلب الليكويد إلى شنو؟ إلى كومبليت فيبر فيز إلى البخار. فلهذا السبب يعني الريفرجرنت إفكت راح تبين وين؟ بالإيفابوريتر. الإكسبانشن ديفايسز بشكل عام الـ purpose of expansion devices هي is reducing تقليل الـ pressure. Okay, reducing the pressure of liquid refrigerant and regulating the flow of it to the evaporator. يعني حتى أوضح لكم إياها هي هذا هو الـ action. Okay, of الـ expansion devices التأثير مالته هنا يكون مثل ما تلاحظون إنه الـ capillary tube يربط بين الـ condenser والـ evaporator. ضغط الكوندنسر اللي هو الهاي كوندنسيشن بريشر، وضغط الايفابوريتر اللي هو لو ايفابوريشن بريشر، فيربط بيناتهم بحيث شنو هسه مثل ما تلاحظون انه راح يسوي بريشر دروب، انخفاض بالضغط من ضغط الكوندنسر عالي ضغط اي. اوكي، فبالتالي هذا ايش راح يسوي لي هسه؟ انا هنا راح يخفض الضغط وايضا يسيطر على الفلو، يعني ريجوليت. طبعا الكابيلاري تيوب من يعني واحد من اهم الاجزاء المهمه او يعني التصنيفات المهمه بالاكسبانشن ديفايسز، لان احنا حقيقه اكو عندنا الاكسبانشن ديفايسز يعني حتى هذه حتى نسويها عدلوها يمكم نخليها اكسبانشن ديفايسز اللي هي تكون اعم واغلب تشملهم كلهم، لان الاكسبانشن فالف هي بالحقيقه يعني واحده من التصنيفات للاكسبانشن ديفايسز. فالإكسبانشن ديفايسز تنقسم إلى الكابيلاري تيوب، هسه إحنا راح ندرسه. عندنا يبقى كونستانت بريشر إكسبانشن فالف، سوبر هيت كنترول إكسبانشن فالف، وعندي الفلوت فالف. فمثل ما تلاحظون هنا إيش مكتوب؟
شنو احنا دائما نروح ونرجع منظومات التجميد، شنو الاكثر شيوعا بالايفابوريتر والكونديسر؟ تتذكروها شنو الانواع الاكثر شيوعا بالايفابوريتر والكونديسر؟ ممتاز. لا لا، مو الكابيلاري، احنا جاي نحكي على الكونديسر والايفابوريتر، الانواع الاكثر شيوعا. بالضبط بالضبط، جيد عمار. عمار هسه هاي راح نوصلها. عمار شنو قصده؟ الكابيلاري تيوب اكثر الانواع شيوعا وين؟ بالاكسبانشن ديفايسز. والايفابوريتر والكوندنسر شنو الانواع الاكثر شيوعا؟ اللي هو مثل ما قال احمد، بالضبط، شيل اند تيوب هيت اكسشنجر. اوكي، والنوع الثاني اللي هو يمكن تناسي اسمه الفند كويل هيت اكسشنجر. بالضبط بالضبط، الفين كويل هيت اكسشنجر، ذن الانواع الاكثر شيوعا. احنا هسه الموست كومنلي يوز بالاكسبانشن ديفايسز ومنظومات التجميد والريفرجريشن سيستم هو الكابيلاري تيوب، وايضا الكونستانت اكسبانشن فالف. بعد ذلك يجي السوبر هيت كنترول اكسبانشن فالف. يعني هسه الكابيلاري تيوب، يعني هسه عمار مثلا ليش قال كابيلاري تيوب؟ لان هسه هو يستعد جاي يشتغلون على الواير اند تيوب هيت اكسشنجر، بعتهم كابيلاري تيوب ومصممين. وايضا احنا هسه بالدومستيك ريفرجريتر، يعني هسه احنا اغلب تعاملنا ويا من ويا الثلاجات ويا المكيفات، فدائما شو تشوفون؟ الكابيلاري تيوب. اوكي، يعني اكثر شيوعا. لكن من توصل منظومات التشيلر سيستم غيرها، لا يعني تدخل منظومات او بالضبط بالضبط بالضبط. الاكسبانشن طبعا هم بها انواع كثيره، اكو ثيرمال اكسبانشن وغيرها يعني تدخل. فاحنا نجي هسه ندرس الكابيلاري تيوب. الكابيلاري تيوب مثلا من اريد اني اعرفه، طبعا انا حتى اوضح لكم يا كابيلاري تيوب، اول شيء كابيلاري تيوب موجود ومتوفر بكثره بالاسواق، حتى السعر مالته رخيص جدا. يعني واحد من اهم الادفانتج انه سعره رخيص، وممكن استخدامه منظومات التجميد الصغيره. يعني كابيلاري تيوب ان اير كونديشنينج سيستم. اوكي، هاي الكابيلاري تيوب مثل ما تلاحظوا اللي هو هسه يعني قطعه صغيره من النحاس. هذا شوفوا اغلبكم شايفه، انا متاكد يعني اللي مشتغل بيهن، هذا هو الكابيلاري تيوب. الكابيلاري تيوب يعني هسه شفتوه هو سلك من النحاس. نريد ندرسه، شنو هذا وظيفته؟ وين يستخدم؟ شنو المنظومات اللي يستخدم بيها؟ فشوفوا هسه راح اقراها ونتبع. The capillary tube serves almost all small refrigeration system. يعني يقول لك الكابيلاري تيوب يعني نستطيع استخدامه او يخدم وين؟ منظومات التجميد الصغيره. هاي ملاحظه رقم واحد. And its application extend to مثل ما مكتوب هنا up to refrigerating capacities of the order of 10 kilowatt. يعني يقول لك انه هذا يخدم بتطبيقات المنظومات التجميد اللي هي توصل ال refrigeration capacity اللي اخذها من الايفابوريتر 10 كيلوات. اوكي، لكن مؤخرا طبعا صار يشمل حتى ال 35 كيلوات، يعني هاي الماكسيمم 35 كيلوات ممكن انا استخدم الكابيلاري تيوب. زين، هذه ملاحظه رقم واحد جدا مهمه. الكابيلاري تيوب انتم هسه كمهندسين يعني منظومات تجميد، اوكي، مهندس تكييف وتبريد، لازم ذن البيسك تعرفهن، لان ترى هي يعني هسه انت من تتخرج مو فقط مثلا معادلات وتحسب، لا، هسه بعدين توصل انه اللي يريد يصمم راح لازم يتعلم برامج مثل برنامج الهاب، برنامج حتى الانسيز الكومسول بالسيميليشن، يستخدم الحاسبه حتى يطلع النتائج مالته قبل لا يصنع النموذج. ولهذا السبب اكو معلومات بيسك لازم كل مهندس تكييف وتبريد يعرفها، واللي هو هسه احنا جاي نتعلمها بهذا الكورس، يعني مع ريفرجريشن سيستم. شنو المعلومه المهمه الثانيه؟ المعلومه الاولى هاي اشرح عليها بالسمول ريفرجريشن سيستم والابلكيشن مالته لل 10 كيلوات. اوكي، لكن مؤخرا ممكن استخدامه لل 35 كيلوات. جيد، بعد الكابيلاري تيوب از 1 تو 6 متر along with an inside diameter generally from 0.5 to 2 مليمتر. يعني يقول لك انه الكابيلاري تيوب، احنا هسه لو نجي الكابيلاري تيوب نريد نشوف هو شنو الكابيلاري تيوب. هسه انا اريد اي طالب، يعني اي طالب بيكم يوصف لي شنو الكابيلاري تيوب. انبوب. جيد ضياء مدلول. ضياء مو صحيح؟
نعم، تفضل تفضل. لا، متر ممتاز ضياء، بس الطول ضياء مالته من 1 إلى 5 متر، مو مليمتر. لو قلت على هذا الطول، اي الطول متر، اي بس القطر مليمتر. زين، جيد ضياء. فهسه ضياء من شافه قال هذا دقيقة، شنو هذا؟ هذا بس أنبوب، هذا بايب، صح لو مو صح؟ هو ذكر إنه إحنا بالبداية مال هذا الكورس شلون درسنا البايب والفلو، من الوتر يتحرك بالبايب، وجبت لكم هذا السؤال بالامتحان إنه شلون تحسب رينولدز نمبر والبرانتول والنصلت نمبر. فمن شافه قال دقيقة، هذا بس بايب، هو صدق أنبوب، بس ضاف لها شنو؟ اتذكر بالفلويد ميكانكس الكابيلاري تيوب، الأنبوب الشعري. قال الأنبوب الشعري الكابيلاري تيوب انه عباره عن انبوب، لكن شنو الملاحظه الاساسيه به؟ الملاحظه الاساسيه به اللي هي هاي الطول مالته، اللي هو من نقارنه ويا القطر جدا، يعني الرينج يعني كبير، يعني متفاوت، يعني هذا قطره كلش يعني جدا جدا صغير مقارنه بطوله، اللي هو طول مالته جدا طويل. يعني شوفوا هذا 1 متر، يعني 1000 مليمتر، بينما شوفوا هذا، هذا قطره من 0.5 ل 2 مليمتر. شوفوا وين 1000 مليمتر، وين بوين، وين 2 مليمتر. شوفوا الرينج شلون يعني كبير. نعم تفضل. اي جيد، سؤال ممتاز. من هاي ليث يمكن؟ اي جيد. شوفوا طلاب، هسه هذا السؤال مال حسين سؤال صراحه ادفانس، سؤال متقدم. طبعا راح حتى اجاوبه راح اضطر انه اراويه بحث. هذا البحث منشور مجله الابلاي ثيرمال انجينيرنج. طبعا يعني هسه هذا لان سؤال قوي صراحه، فيعني الاجابه مالته هي كالاتي. شوفوا اول شيء، الدراسات بالكابيلاري تيوب دائما دائما يركزون على نقطتين اساسيات، اللي هي القطر، القطر والطول. اوكي، يقول لك انا القطر اذا ازوده ايش راح ينعكس؟ يعني هسه حتى اوضح لكم اياها، هذا الكابل كونديسر، وهذا الايفابوريتر، وهذا الكابلر تيوب. هسه حسين علاء هاتفي سالني قال لي الكابلر تيوب اوكي، اذا القطر مالته ازوده ايش راح يصير؟ واذا الطول مالته ازوده ايش راح يصير؟ فانا ايش اقول له؟ اقول له هذا السؤال حتى اجاوبك بيه راح ندخل شويه بالهيت ترانسفير. اوكي، لان هنا انا شنو، انا عندي فريون يتحرك. تتذكرون انه احنا ايش درسنا هنا؟ مثلا شوفوا هذه، مثلا هنا الفريون هو حاله ليكويد، صح لو مو صح؟ لكن من يدخل بالكابلير تيوب، هذا الاكشن مال الكابلير تيوب، تلاحظون ايش راح يتكون هنا عندي بخار، صح لو مو صح؟ يعني كميه من الفيبر بابلز، يعني شلون نقول، كرات من البخار. هاي الكرات من البخار اللي تتولد راح يصير عندي شلون الفيس تشينج، تغير طوري. هنا أنا بنقطة 5 كله ليكويد، لكن هنا عندي ليكويد وياها شنو، كمية من البخار، يعني صار عندي تو فيز، عندي ميكستشر من التو فيز، يعني عندي طورين، طور سائل وطور غاز. اوكي، بهذه النقطة، بنقطة رقم 6. هسه من اغير القطر، اوكي، مثل ما قال هسه حسين، القطر من اغيره والطول من اغيره راح ياثر على من؟ على هذا الطول مال اللي يتحول بيه. يعني هسه انا مثلا من ازيد القطر، اوكي، هذه النقطه 3 راح تتحرك لهنا، اوكي، ولهذا السبب هذا راح ينعكس طبعا كله وين؟ يعني ينعكس حتى على الشغل مال الكومبرسر، حتى على الريفرجريشن كاباسيتي. يعني تدرون لو انا اخلي، يعني هي تدرون شنو المشكله؟ احنا هسه من راح نبدي هسه شوي شوي، بس يعني دورة نص ساعه راح نوصل بالكابيلاري تيوب سلكشن. الكابيلاري تيوب سلكشن احنا لازم اهم نقطه بس ميم الكابيلاري، لازم اختار القطر واختار الطول. ليش؟ لان هذا ياثر على من؟ على الشغل مال الكومبرسر. يعني هاي ترى منظومات المكيفات هي اكو فيجرات وعلى اساسها يختارون القطر والطول، يعني مو ياخذ بكيف، لا، لان هذا القطر حتى شنو، حتى يخلي الكومبرسر يشتغل براحته، لان في حال انه القطر صار مال الكابيلاري تيوب جدا قليل، اوكي قليل، فراح شو يسبب هذا؟ راح يسبب اول شيء لود على الكومبرسر، اوكي، وايضا حتى ريفرجريشن كاباسيتي، يعني سعه التجميد اللي راح نحصلها من الايفابوريتر راح تقل احتمال. ليش تقل؟ لان هو مثلا ايفابوريتر ابو 1.5 طن، يقول لك انا اريد اشتغل حتى المكيف يشتغل براحته وماكو لود على الكومبرسر، احتاج القطر مال الكابيلاري تيوب 2 مليمتر.
داخلية 0.5 مليمتر، يعني تقللت كمية الفريون اللي جاي تدفق بكابلر تيوب، وبالتالي قللت من ساعات التبريد اللي ممكن أحصلها، وأيضا لود على الكمبرسر. يعني معناها المكيف، شوف الكابلر تيوب نعتبره شنو؟ الهارت اوف ذا ريفرجريشن سيستم، يعني القلب النابض منظومات التجميد. لان شوف شلون تاثيره كبير، قطر قطر اغيره هو، شوف شلون يعني متوفر بالاسواق بكثره. اللي هو هذا المتر مالته تدرون بيش بربع، يعني 750 دينار يكتر روحه. هذا بس اوكي، هذا قطره جدا صغيره. فهذا الكابلر تيوب يعني مجرد انه اني، يعني حتى اذا صار ليك على سبيل المثال منظومات يعني مثلا هذا السبت يونت، انا شو اسوي؟ مجرد انه الكابلر تيوب يعني اقطعه كتر، اقطعه واستبدله بمن؟ استبدله ب يعني كابلر تيوب اخر. بس الكابلر تيوب هذا الاخر اللي استبدله اني شنو؟ اني عندي يعني جداول خاصه بها. يعني حتى تشوف ذول الفنيين اللي عندهم خبره بالكابلر تيوب، من تقول له مثلا اني اريد يعني على سبيل المثال كابلر تيوب مال الثلاجه الدومستيك ريفرجريتر، هو يعرف يقول لك لا اخذ لها قطر صغير كلش، لان هذا انت تريد يعني ينعكس على ساعات التجميد. اوكي، من تريد كابلر تيوب مال مكيف يقول لك لا اخذ 2 ملم. هو شلون اخذها؟ عرفها هيك؟ تدرون شلون عرفها منه؟ اكو جدهاول، يعني هسه من وصايلها هسه اوضح لكم اياها. تربط يعني القطر وطول ما الكابلر تيوب تربطه ويا من؟ ويا ساعه التجميد، ويا شلون انه المكيف يشتغل براحته، ما يصير عليه لود، ما يصير شغل اضافي على الكمبرسر، لان هذا اللي يعني يتحكم بيه بكثره يعني. اوكي، يعني حتى اراويكم، يعني شوفوا هذا طلاب، شوفوا البريشر هذا من ياخذ البريشر دروب ويا الديستنس على طول الكابلر تيوب، يعني ياخذ كابلر تيوب ويثبت على سنسرات ضغط. بتلاحظون هنا هسه الجريان هنا يعني خط لاين، لكن بعدين يعني يتحول الى كيرف. انا اريد اسالكم ليش هذا يعني هيك شيء بالبدايه لاين، ليش بعدين تحول شنو؟ تحول لهيك شيء كيرف. وخلوا بالكم حتى اعطيكم هنت للاجابه، انه ترتبط الاجابه بهذه النقطه هذه. ممتاز ممتاز ممتاز. شوفوا طلاب، هذه النقطة، هذه النقطة، ما أكون النقطة هذه اللي يبدي يتحول بها، أول ما يبدي يتحول بها السائل اللي هو هنا 100% ليكويد، من يصير هنا تقريب 90% أو لا 99% شنو؟ ليكويد، وذيك 1% فيبر، ويبدي شوي شوي تزداد كمية البخار إلى أن توصل تقريب 20% أوكي فيبر و 80% ليكويد. راح يصير البيهيفير مال البريشر، شوفوا يصير بارابوليك أوكي، يعني بولينيميال فانكشن. يعني هنا نعرف احنا هنا ليش البريشر دروب لينير. تدرون ليش؟ انت عندك بايب على سبيل المثال، بايب ومرر بي ووتر اسعوف الفريون، وقيس الضغط على طول البايب هذا، راح تشوف انه لين ووتر هو انكمبريسبل، فالبريشر دروب يصير شنو؟ يصير لينير. اوكي، يعني خط مستقيم يمثلها هذه، ينخفض. ليش هسه ضياء قبل شوي قال نتيجه الاحتكاك؟ لان الووتر يتحرك، فنتيجه الاحتكاك راح ينخفض. الفريون نفس الشيء، اول ما يبدي للكابلير تيوب يتحرك كشنو؟ كليكويد، لكن اول ما تتولد هسه هذه ذرات البخار راح يتغير السلوك مالته الى ان يصير شنو؟ بولينيميال فانكشن. وبالتالي يعني شفت شلون هذه النقطه مهمه، نقطه التحول. فاحنا يعني هذه اللي اريد لكم بها وسجلوها يمكم، يصير عندي بالكابلر تيوب يعني فينومينا مهمه جدا اللي هي شنو؟ اللي هي الفلاشنج فلو. الفلاشنج فلو اللي اقصد به انه النقطه اللي راح تتولد بيها ذرات البخار، او اكوريجن منطقه معينه يتولد بيها شنو؟ ذرات البخار. فهاي ذرات البخار من تتولد راح تتغير بالسلوك مال البريشر، وحتى يعني شنو؟ حتى التمبرشر والفيلوسيتي كلها تتولد بيها. يعني شوف هذا يعني شلون سوى تجارب للاقطار، شوف الاقطار هنا 0.77 اي لا بسبب الحالتين، شوفوا بسبب الحالتين انه نتيجه الفريكشن بريشر دروب. بس اسم بالضبط نقطه، يعني بسبب الفريكشن بريشر دروب اللي صار راح يقلل الضغط، ونتيجه تولد ذرات البخار هذا راح شو السبب؟ السبب ايضا يعني تغير بسلوك البريشر، البيهيفير مالته يتغير بحيث يصير بارابوليك من لينير الى بارابوليك. اوكي، بس منو جاوب هسه حتين على هاته؟ هسه هذا منو اخر طالب؟ ها جيد هيثم، جيد هيثم، جيد هيثم وحسين على هاتف. يعني شوفوا هسه شلون ذكروا لنا فد ملاحظه انا اريد اذكرها، بس ذكروها بسؤال. جيد، عاش ديكم. شوفوا طلاب هسه اذا تسمحوا لي، شوفوا القطر هنا من يغيره، شوفوا 0.7 1.05
1.6 أو 6.87، يعني الكابلاري تيوب العبارة شنو؟ إنه عن طول وقطر، هن ذن اللي أثرين عليها. هسه أنا أقول له لحسين على هاتف أوضح لي إياه كضغط. شوف حسين، هنا أنا شنو هذا الرسم؟ هذا الرسم هو الإجابة على سؤاله. إيش كاتبين؟ الـ effect of diameter. هسه قبل شوية حسين إيش قال لي؟ قال لي أستاذ إذا أنا القطر أغير شو يصير؟ يعني شنو إيش راح يصير بالكابلاري تيوب؟ شنو اللي ينعكس عليه؟ أقول له شوف، هنا هذا الخط الصوليد القطر مال الكابلاري تيوب 1.05، من يصير القطر 0.95 هذا الخط، من يصير 0.9 هذا الخط، من يصير 0.87 هذا. يعني شنو هسه صارت واضحه له؟ اقول له هذا الطول مال الكابلاري تيوب وهذا القطر. فشوف هسه هو عرفها شنو، انه قال كل ما ازود القطر احتاج شنو؟ ازود الطول مال الكابلاري تيوب. ليش؟ لان هذا له علاقه بالريفرجيشن كاباسيتي، له علاقه حتى بالكمبرسر وورك، اللود اللي يصير عليه. فاحنا شنو تصاميم، يعني هي هاي العمليه تراي اند ايرور طبعا بالكابلر تيوب، وهي عمليه تصميميه. ولهذا السبب شو يسوون هم؟ يسوونها هسه يعني بالريفرجريشن سيستم ما يصمم، يعني شوف طلاب عفوا لا تصورون انه هو شنو يروح يصممها بصوره عملية مباشره، لا، هذا شنو بالحقيقه لو تشوفوا سوى برنامج بروجرام، هذا شوفوا حله بالحاسبه وطلع هاي النتائج كلها بالحاسبه، اوكي، حتى يشوف يقول لك انا من اريد اصنع بالعمل الكابلاري تيوب او اشتري، حتى اعرف يابا اذا انا عندي قطر 1.05 ترى احتاج الطول تقريبا 2 point something، حتى شنو المنظومه تشتغل بصوره جيده واحصل على اللي انا اريده. وطبعا هذا ينعكس وين؟ على التطبيقات، يعني هذا 0.871 يعني يشتغل مثلا يعني توصل 1 طن او 2 طن، اوكي، ال 1.05 لا تشتغل 5 طن. واضح طلاب شلون؟ بالضبط هو هاي النقطة ذكرتها، انه لها علاقة بمن القطر والطول مال كابلاري تيوب، بساعة التبريد، بالشغل على الكمبرسر اللي يصير، حتى بالثيرمال بيرفورمانس، معامل اداء المنظومة هذه هم يأثر. يعني اللي اريد اقول لكم انه الكابلاري تيوب جدا مهم، يعني شفتوا تأثيره شلون كبير؟ واضح طلاب؟ واضح حسين؟ هذا سؤال جيد حسين على هاتف. اي جيد. اي اي هسه دقيقة. اي لا مو هذا بالباسكال. لا يعني هذا تحاوله يطلع لك 11 بار. اي بالضبط. اي مو هو شنو هذا هم سؤال جيد. منو سألني؟ ها حسين على هاتف جيد. شوف حسين تعرف شنو العملية؟ هو من يريد يسوي مقارنة ويدرس تأثير القطر لازم يثبت الضغط، يعني لازم تني يدرسن تحت نفس التأثير. بينما هنا هسه لو تجي تشوف هنا بعدين يعني يريد يدرس ضغط الكوندنسر فيغير بها. شوف حسين، شوف طلاب شلون يغير ضغط الكوندنسر ويريد يدرس تأثيره. فهسه نفس الشيء، من يغير ضغط الكوندنسر ايضا راح يأثر على الديستانس مال الكابلاري تيوب. اوكي شوفوا يعني انه الكوندنسر 10 بار يحتاج الطول مثلا 1 point تقريبا 3، من يزوده لل 11 point something يريد 2 وشويه، من يزوده لل 13 بار يحتاج 3 وشويه. اوكي جاي الطلاب، هسه انا بس اطول مجال اكمل الملاحظات هذه ما دام هسه اكو رابط بين هاي الاسئله اللي سالها زميلكم حسين واللي انا ريت اوضحها بس عشريده من سالها هسه، وحتى نربطها ويا المسائل الحسابيه اللي ممكن تجينا بالامتحان. اوكي هسه طلاب لحد الان واضحه العمليه؟ واضح. اوكي جيد، هسه نكمل. وصلنا. هو نزار ترتبط ويا من ويا انت وين تستخدم الكابلاري تيوب، وين تصميمه، تريده ثلاجه، تريده مكيف، تريد ساعه تبريد 1 طن 2 طن 10 طن 25 طن، هاي كلها يعني عمليات حسابيه، كلها اكو رينج لها. عرفت شلون يربط ويا من ويا الانلت بريشر، الضغط الداخل للكابلاري تيوب، هو هذا اللي راح يحدد لك اياه، يعني التطبيق هو اللي يحدده مثل ما وضحت لكم اياه. هسه نرجع طلاب هسه للكابلاري تيوب اللي احنا هذه وضحناه. طبعا هذه العمليه يعني هذه الشرح طلعوا عليه اقروه، احنا ان شاء الله من نلتقي السبت
راح من واضحه كشنو، لان كجانب عملي يعني اكو شغلات من نلتقي بالمختبرات. انا هسه بس اساس المحاضره اوضح لكم بعض الشغلات، بس هسه حتى نربط هاي الشغله راح ناخذ شنو الكابيلاري تيوب سيلكشن. اوكي، بس قبلها ما نتكلم عن الادفانتج والديس ادفانتج، يعني الادفانتجز اند ديس ادفانتجز اوف كابيلاري تيوب، شنو الفوائد والاضرار من الكابيلاري تيوب. اوكي، اول وحده شوفوها they are simple. اوكي، يعني سهلات و have no moving parts، وهي صدق ما بيهن اجزاء متحركه الكابيلاري تيوب، مجرد بايب لا يتحرك، لان تعرفون اذا يصير دايناميك بالمساله هذا راح ياثر، يعني انه يحتاج انا اجهز بعض المعدات لها، وايضا ان اكسبنسيف غير مكلف، سعره جدا رخيص. بعد ذلك شنو؟ they also allow the pressure in the system to equalize during the off cycle. اوكي، هاي نوضح ايضا بالجانب العملي، يعني احنا اكو شغلات انا اريد اوضح لكم اياها بالمختبر افضل. وذا موتور درايفنج ذا كومبرسر كان ذن بي ون اوف ذا لو ستارتنج تورك، يعني هذا ياثر حتى على الستارتنج تورك مال الكومبرسر حتى ياثر على الكابيلاري تيوب. اوكي، الديس ادفانتجز انه هاي ذي ار نوت ادجستبل تو تشينج. اوكي، يعني ما ممكن انه تتلاعب بها. واللود كونديشن اوكي هم لها علاقة، يعني الكابيلاري تيوب مثل ما قلت لكم هسه من تغير القطر مثلا، تغير الطول، تغير كذا، هاي كلها تأثر على اللود، فلازم يعني شغلة تصميمية بيها، يعني لازم يراد لها شغلة تحسب بيها، مو تختار القطر لا على تعيين. اوكي، وايضا الريفرجرنت تشارج تو بي هيلد وذين ذا كلوز ليميت. اوكي، وهي هاي اللي هسه وضحت لكم اياها هنا، انه لازم انا عندي ليميت اعرفها، يعني مثلا جت تريد 1 طن تبريد، 2 طن، 10 طن، هذه كلها لها كابيلاري تيوب خاصه بيها. واضح؟ هسه نجي الان الكابيلاري تيوب سيلكشن. طبعا اكو طريقتين للسيلكشن اوف كابيلاري تيوب. اوكي، لا يعني انا اقول لك شنو ببساطه شديده شنو اللي اريدك يعني تخليه اهم نقطه ببالك، انه اول نقطه الكابيلاري تيوب شنو الادفانتج بيها، اهم ادفانتج بيها انه هي سمبل. اوكي، تصميمها بسيط، مجرد كابيلاري تيوب، هو تيوب عباره، وما تمتلك اجزاء متحركه، يعني مو مثل الكومبرسر بمثلا ذن، يعني اذا ريسبيرتوري كومبرسر عندي لازم بيستم ويتحرك وموفينج بارت والاويل احتاجه، يعني شغله بسيطه. يعني لو تقارن بين الكومبرسر والكابيلاري تيوب، شوف الكومبرسر سعره بيش تقريبا 125,000 او حسب طبعا الطن اللي تريده انت وين يستخدم، وشوف قارنه ويا الكابيلاري تيوب. الكابيلاري تيوب سعره رخيص تقريبا، يعني ما يتجاوز 750 دينار للمتر او يمكن اقل، وشوف الكومبرسر. اوكي، وطبعا الكابيلاري تيوب ما بيها اجزاء متحركه، هو بس بايب، بينما لو تجي الكومبرسر اذا تاخذ الريسبوركيتنج كومبرسر، الريسبوركيتنج كومبرسر يحتوي على البستم، وهذا البستم يتحرك. اوكي، وحركته هذا طبعا تحتاج لها يعني موفينج بارت. اوكي، فيت كونكتنج رود وغيرها، يعني شنو يعني اكو عمليه تعقيديه، لكن الكابيلاري تيوب سهل ايضا، شنو ان اكسبنسيف، غير مكلف اقتصاديا، لكن مع ذلك صح هو سيمبل، لكن شنو شفنا شلون احنا هنا انه تاثيره جدا كبير وين بالريفرجريشن سيستم، لان احنا هسه قلنا حتى الكابيلاري تيوب، هسه قبل شويه نزار من سالني قال لي وين اعرف عن الكابيلاري تيوب استخدمه، يعني وين بالطن تبريد 1 طن 2 طن، قلت له شنو لا لها علاقات تصميميه هسه بس يعني نوصلها، انه التتريد مثلا قد 1 طن اكو سيلكشن خاصه بيها، تريد 10 طن 15 طن، كل هذه لها علاقه بالقطر والطول مال الكابيلاري تيوب. فهسه طلاب شنو هسه بس انطوا المجال اكمل هذه الملاحظات وبعدين نفتح باب المناقشات، لان هسه عمليه لها علاقه بالمسائل، بس ركزوا وياي. الكابيلاري تيوب اكو طريقتين للكابيلاري تيوب، الطريقه الاولى analytical computation of pressure drop in a capillary tube، واللي هذه طبعا نوعا ما معقده، واللي غالبا يستخدموها بالبحوث والpublications وحتى بالديزاين ايضا يستخدموها. اوكي، هي عباره عن برمجه. اوكي، برمجه يعني تكتب لك كود، على ان كان يكون بالماتلاب او بالفورتران او بالفيجوال بيسك او اي يعني اي لانجويج اخرى، اني لانجويج. اوكي، وتكتبها وتحلها. لكن احنا يعني الكابيلاري تيوب هسه من نرجع قلنا احنا عندي عباره هو عن فريون يتحرك وين داخل البايب، فإذا فريون يتحرك داخل البايب وأنا عندي بريشر وتمبرشر، البريشر والتمبرشر قلت. أوكي، لأن هنا البريشر يتقل والتمبرشر بالتالي أيضا يتقل، هذا راح ينعكس عليه من ينعكس لي حتى على يعني حتى على الأناليسيز مالتي، هاي لازم أخليها بنظرة الاعتبار. فهسه أنا ما دام مسويكم إياه هذا الأناليتيكال سوليو كمبيوتيشن، طبعا هذه يتم عادة بالحاسبة. أوكي، يعني أكو بالحاسبة يستخدموه كبرمجة مثل ما قلت لكم،
وممكن حله باي هاند، يعني بالحل يدوي. بس احنا the equation relating the state the condition at point 1 okay and 2 هاي غيروها in a very short length. يعني احنا شنو اللي نريد نوصله؟ نريد نحسب طول الكابيلاري تيوب ايش قد، هذا فريون يتحرك وهذا كابيلاري تيوب. فشوف البروسيجر شلون. اول شيء النومنكلاتشر اللي راح نحتاجها هي هاي مكتوبه يمكم كلها نعرفها، الاي شنو الكروس سكشنال اريا اوف انسايد تيوب، الاي الدي هو الانسايد ديامتر، الاف هسه راح يدخل عندنا الفريكشن فاكتور، الاتش هو الانثالبي، الاتش اف هو الانثالبي اوف ساتوريتد ليكويد، والاتش جي هاي تعرفوها انتم من الثرموداينامك وحتى ويا دكتور علي بالباور بلانت، الانثالبي اوف ساتوريتد فيبر، وحدات قياسه كيلو جول بير كيلوغرام، والديتال هو اللينث اوف انكريمنت اللي راح نحسبها، البي هو البريشر، الار هو رينولدز نمبر واللي احنا كلنا نعرفه هالشيء. بس هذا كتب هيك ليش بي دي على ميو هذا فوليوم، لان الرو هي واحد على الفي، فاستبدل الرو خلاها واحد على الفي، لان الفي هو السبيسيفيك فوليوم متر تكعب بالكيلوغرام. نفس الشيء الفي اف والفي جي، الفي كابيتال فيلوسيتي السرعه، الدبليو هي الماس فلو ريت، والاكس اللي هو هذه جدا مهمه هسه هنا راح نحتاجها بكثره اللي هو الفراكشن اوف فيبر ان ميكستشر اوف ليكويد اند فيبر، والميو دايناميك فيسكوسيتي، وايضا هذه نفس الشيء. اهم نقطه اريدكم تنتبهوا لها وتخلوها ببالكم، انه انا هنا أنا عندي شنو سنجل فيز فلو. هسه مثل ما قبل شويه هيثم ايش قال، قال لي يعني مثلا من يصير تو فيز، من يصير عندي بخار وليكويد شنو راح يصير؟ راح ينخفض يتغير سلوك البريشر؟ قلت له اي نعم يتغير. فاذا احنا خلوها اساعدكم كل واحد يكتب هاي الملاحظه يمه، انه انا عندي الجريان بالكابيلاري تيوب الى منطقتين، المنطقه الاولى بس يعني ليكويد سنجل فيز ريجن اللي هي بس فريون بس ليكويد سائل، المنطقة الثانية تو فايز. ليش تو فايز؟ أنا مو عندي الفايز الأول ليكويد والفايز الثاني فيبر، فراح يصير عندي تو فايز يعني جريان يعني ثنائي الطور اللي هو شنو ليكويد أغلب شيء ليكويد وكمية قليلة تحتوي على فيبر. الفيبر نمثلها بيمن قلنا نمثلها بالأكس اللي هي الدراينس فراكشن الأكس أوكي. بس نجي الآن فإذا هسه مثل ما قلت لكم إنه الجريان بالكابيلاري تيوب يتقسم إلى منطقتين، المنطقة الأولى اللي هو فقط سينجل فيز فلو بس ليكويد، هنا أنا عندي لأن أنا من الكوندنسر يجيني ليكويد صح لو مو صح، يجي ليكويد يتحرك إلى أن يوصل منطقة معينة راح يتحول إلى شنو تو فيز، تبدي تتولد ذرات صغيرة دقائق صغيرة من البخار، وهذا راح يسوي لي تو فيز فلو يعني ليكويد وفيبر. واضحة اللافس لحد الآن؟ أوكي تمام. فهسه نكمل، هسه ركزوا يا كل زين طلاب، واذا عندكم اسئله بس اكملها حتى نتناقش بها، لان هذا شنو يعني شلون نتعامل ويا الاناليتيكال كومبيوتيشن. اول شيء اول ما نبدا احنا نبدا بالماس فلوريد. الماس فلوريد شو تمثل لي؟ هي الرو في اي. هنا ليش انا اريد اسالكم ليش صارت في اي على الفوليوم؟ هي مو رو في اي؟ ليش صارت هيك؟ لا لا ميثم هيثم عفوا، قانون الماس فلو ريت هي رو في اي، ليه صارت في اي على الفوليوم؟ يعني شنو حجم نوع؟ هو حجم نوعي صحيح صحيح عمار، بس حجم نوعي صحيح، بس شنو معناها بعد وصلت؟ يعني شنو بالضبط؟ لا 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 الرو هسه من جاوبني الرو الرو لا هسه فهمها الطلاب فهموا هسه جاوبون هسه منو جاوبني؟ ميثم جيد ميثم جيد ميثم هسه عرف السؤال انه الفي اي الماس فلوريت هي رو في اي هذه الماس فلوريت. ميثم ايش قال لي؟ قال لي الرو هي واحد على الفوليوم، فقال اوكي لان فهم السؤال، قال الفي فيلوسيتي الاي اريا اقسمها على الفوليوم اوكي، فصارت شنو عندي؟ صارت عندي الماس فلوريت اللي هي رو في اي، الرو واحد على الفي. فجيت هسه نكمل بعد ذلك ايش اجينا؟ قلنا الفي 2 اي في الفي سمول هذا شيء مثل هذا، انا هسه حتى احتمال نرجع لها راح اخذها، لان هو شنو جاي يطبق هنا بين ستيت 1 اللي هي هذه وبين ستيت 2 اللي هي هذه، فيطبق هنا الماس فلوريت هنا نفس الماس فلوريت هنا. فالان كتب بهذه الصوره يعني شنو الماس كونزرفيشن تبقى كونستانت، يعني الام دوت تبقى كونستانت، الام دوت ان تساوي الام دوت اوت، الام دوت ان اللي هي مثلها بستيت 1 والام دوت 2
اللي هي مثلها M.2 اللي هي الإكزيت. جيد، فهسه الآن نكمل. بعدين سوى قال الأي خل أخليها مقام، فصارت الماسف يوريت على الأريا. الماسف يوريت على الأريا، إحنا مو عندنا الهيت فلكس شو تمثل، مو الكيو على الأريا، الماسف يوريت على الأريا تمثل ماسف فلكس، نفس الهيت فلكس اللي هي الكيو على الأريا، فهذه ماسف فلكس نرمز لها للماسف يوريت على الأريا جي، جي كابيتال، أوكي جي كابيتال يمثل الماسف فلكس، ماسف فلكس أوكي. الآن بعد ذلك كتب الستيتمنت اوف كونزرفيشن اوف انرجي، لأن دائما خلوا بالكم أنه المعادلات التطبيقات بالفريون إحنا دائما نرجع ونقولها أنه هي عبارة عن هيت ترانسفير وفلويد فلو، فراح ندخل شنو؟ ندخل الهيت الماس كونزرفيشن، أوكي قانون حفظ الكتلة وقانون حفظ الطاقة اللي هو هذا طبعا بعد الاشتقاقات والتبسيطات، أوكي صارت عنده هيتش لأن هو نقلت قال ماكو وورك، أوكي ماكو شغل وماكو ايضا ماكو يعني هيت ترانسفير فرضا اديباتيك، فلهذا السبب صارت هيتشي اوكي يعني هي الانثالبي هذه وهذه الدايناميك بريشر مثلا اوكي دايناميك انرجي قصدي تساوي الان والاوت نفسها. بعد ذلك اجى للمومنتم، المومنتم ايضا هذه العلاقات طبعا بالفلويد ميكانكس بالمرحله الثانيه، بس انا عيد الفتنا يعني اركز يعني تركزوا لي على الاف اللي هو الفريكشن فاكتور، الدلتا ال هو الانكريمنت، والدي كابيتال هو القطر، الـ V square هو السرعة، وهذا شنو؟ 2 في الفوليوم، أوكي؟ بس إيش كاتب لك؟ كاتب لك the momentum equation. In words, state that the difference in forces applied to the element because of drag and pressure force. يعني شي يقول لك؟ يقول لك إنه هذه الإليمنت، هذا الإليمنت اللي هنا، تأثر عليها فوق الـ pressure منها يأثر عليه، ويأثر عليه pressure منها، من هذه يعني باتجاهات مختلفة، فصار عندي P1 minus P2، وأيضاً الـ drag force أيضاً تأثر عليها فداخلت هذه. هذه شو تساوي كلها؟ need to accelerate the fluid، فهي الماس ضربها بال V2 minus الـ V1. بعد ذلك تعرفون انتو بالثرموديناميك الـ H يساوي لي هو HF في الـ 1 minus X plus HFG في الـ X، والفوليوم نفس الشيء. بعد ذلك سوى قال لك السرعة ياخذ المين اللي هي شنو؟ الـ average يعني الأولى زائد الثانية على 2، أوكي؟ بعد ذلك شنو؟ اجى شنو قال لك؟ أنا احتاج هنا أحسب بعد رينولدز نمبر، رينولدز نمبر أيضا مهم. فقال لك انه رينولدز نمبر هو شنو 0.316 او 0.33 على رينولدز نمبر 0.25. هذه العلاقه مع رينولدز نمبر نستخدمها للتيربلنت فلو، اوكي للتيربلنت فلو اسمها بليشس فورمولا. بعد ذلك قال لك الفيسكوسيتي مال التو فيز دخل هذا شلون بالباور بلانت، من يصير عندك ستيم يعني ذرات من الستيم ميكستشر لازم تحسبها من هذه الميو تساوي ميو اف في وال ماينس اكس بلس ميو سب جي بالاكس. بعد ذلك قال أنا مو طلعت السرعة المين الفريكشن فاكتور، أيضا طلع الأفريج الفريكشن فاكتور حسبه، شوفوا طلع يعني كل شوية يحسب بستيت 1 يحسب بستيت 1 اللي هي هذه، ويحسب بستيت 2 يحسب فريكشن فاكتور هنا ويحسب فريكشن فاكتور هنا، ونفس الشيء الفيلوسيتي وراها. ورا ما كمل هذه أجي قال الكالكوليتنج ذا لينث اوف ان انكريمنت، أنا أريد أحسب شنو الطول مال الكابيلاري، فقال لك هم رجع نفس الشيء يختار T2 ويرجع يحسب شنو P2، هاي طبعا بالبروجرام والHF2 والHG والVI هاي كلها يحسبها function للT2 اوكي للتمبرشر يعني، وبعدين شنو يسوي كمباين للإكويشن. بس هنا هسه الH2 راح يصير عندي بخار فراح يدخل هذا، يعني الH2 شي مثل هو الHG minus HF اوكي في الX يربطها الH، هاي طبعا تعرفون شان صارت انه الH هي تساوي الH fluid plus X HFG، يعني هذه انا ممكن اكتبها شون هذه ال H ممكن اكتبها HF في 1 minus X plus X HFG، بس ممكن انه ال HF هو زح على واحد وعلى X، وبعدين هذه ال HF بال X اربطها ويا ال X في ال HF في ال HG حتى اطلع ال HF plus X في ال HG minus HF اللي هي تمثل X HFG اوكي. فصارت هذه وراء هذه تبسيطات يعني معقدة يعني نوعا ما الى ان وصل للدرانس فراكشن، هذه ال X تساوي كذا، وقال لك يعني انه يا بترى الاي والبي والسي انه تمثل كذا، يعني هذه امبيريكال اوكي يعني ما تحفظوها. ورا ما كمل هذه مجرد يعني يطبق هذه الاكس 2 يعوضها يعوض ان هنا يحسب الاكس صارت عنده قيمه الاكس، يرجع مره اخرى ويا هاي قيمه الاكس يرجع يحسب لي شنو، يرجع يحسب ذني الاتش 2 والفي اف والميو اف كلها يحسبها، ويرجع يحسب رينولدز الاف يحسب الفريكشن فاكتور على رينولدز نمبر، ورينولدز نمبر يحسبه على ذني الميو واللي طلعت له جديده اوكي.
آخر شيء ورا ما يكملها يطبقها، يعوضهن هنا إلى أن يصل يطلع الانكريمنت لينث. هذه طبعا المثال محلول لهذه الخطوات، يعني مثل ما تلاحظوها، إلى أن آخر شيء يكملها بالتفصيل إلى أن يوصل يحسب الانكريمنت لينث يطلع عنده هيك شيء. أنا هسه شنو هذه الطريقة الاناليتيكال اللي هي طريقة شوية معقدة. إحنا راح ناخذ شنو هسه، راح ناخذ الجرافيكال ريبريزنتيشن. فاذا طلاب ايضا هسه حتى هذا البيبر المنشور بالابلاي ثيرمال انجينيرنج السوليوشن الاناليتيكال سوليوشن ينقسم الى سنجل فيز ريجن وشنو وتو فيز ريجن، اوكي، واللي هي هذه بسنجل فيز مثل ما تلاحظون انا عندي بريشر يضغط بهذا الاتجاه وعندي بريشر يضغط بهذا الاتجاه وعندي الفريكشن، اوكي، الفريكشن فورس البريشر دروب اللي هو قبل قليل ميثم ايش قال لنا انه البريشر ينخفض نتيجه شنو الفريكشن ايضا. فذن شنو ذن راح يصير انه اول شيء نطبق قانون الكونتينيوتي كويشن اللي هي الام دوت ان تساوي الام دوت اوت. وراها سوى قال لك انه الهيد لوسز بالسنجل فيز يمكن نحسبها من الدايناميك بريشر اللي هو كي في سكوير ديفايد باي 2 جي بلس شنو الفراكشن فاكتور هذا مال السنجل فيز بالال على دي على الفي سكوير على 2 جي اللي هو هذا شنو الابروتش يختلف قليلا عن الابروتش الموجود هنا يغيرون قليلا يعني، اوكي، يعني هذه بس هذه الكيفيه. لا لا هذه بس لا لا هذه اعرف ما موجوده بس حتى اوضح لكم انه الدراسات الجايه تناقش. لا لا موجوده ما. لا بس منو حسين فالح مو حسين هياد 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 لا هي هذه هسه هذه كلها موجوده اللي انتم طالبين بها بس اريد اقول لكم الدراسات الجايه تسوي يعني اوكي للاطلاع البحث يعني لا تدوخون بها اوكي. لا لا بسيطة هسه بس اعطوني مجال اكملها حتى تصير واضحة. هذه بعدين شو يسوي يعني بس خلو يعني لازم تعرفون انه انت بالريفرجيشن سيستم ما عنده غير الكونتينيوتي كويشن والانرجي كويشن. الانرجي كويشن اللي هي هاي تذكروها اذا بالبرنول كويشن بالفلويد ميكانكس هاي الزيت 1 والزيت 3 اعتبرها شنو لان هوريزنتال فكنسلها الى ان صارت عند الطول مال السنجل فيس هذه واللي هي تقريبا مشابه للمعادله اللي احنا شنو اعتمدناها قبل شويه وينها اللي هي هذه اوكي. بس شنو سوى يعني شلون اقول لكم واحنا نسوي اسامبشن فرضيات والفرضيات اللي سواها هنا دخل اللوسس هذا احنا هنا كمان مدخليها طلع عنده هذا المعادله الفريكشن فاكتور احنا مو قلنا قبل شويه نحسبها من 0.33 على رينولدز نمبر 0.25 اللي هو هذا اللي هو وين هذا مو قلنا الفريكشن فاكتور نحسبها من هذه العلاقه بليسس فورمولا. هو شنو شو مسوي مسوي محسبها من هذه اسمها كولبروك فورمولا اللي هو هاي تدخل بيها اوكي. التو فيز ريجن لا اجت تطور بيها دخل دن الفيلوسيتي الفوليوم الى ان طلع معادله مشابهه للمعادله مالتنا وسوى الى ان وصل للطول هذا. هذه طبعا الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه هسه عندكم تركزوا لي بيها لان كلش سهله وتفيدنا كلش بالجانب العملي لان احنا من نلتقي بالعملي راح يفيدنا هذه الطريقه اسمها طبعا هذه هسه راح انشر لكم اياها اسمها ما موجوده بالمحاضره مثل ما موضحه هنا بس انتبهوا لي 10 دقائق راح يعني شنو العشر دقائق تمكنك انه تختار الكابيلاري تيوب اللي يعني لاي منظومه اي منظومه مباشره انت تجي قبل يعني تحسب الكابيلاري تيوب كقطر وكطول. فركزوا وياي اول شيء هذا شنو انا هسه بس يعني تكمل المحاضره ارفع لكم اياها هذه المحاضره كامله اللي هي مو هواي طبعا عباره عن مثال توتوريال بس تمثل هذه تمثل الجرافيكال ميثود. عندنا طريقتين الكمبيوتيشن ميثود اللي هي برمجه هاي اللي قبل شوي كانت مزعجه يعني انا كمهندس تكييف وتبريد وبالصناعه ما اظل اسوي الكود وابرمج طبعا اكو كودات مبرمجه بس على وجه السرعه نجي احنا نطبق الجرافيكال ميثود. الجرافيكال ميثود شنو اللي هي هذه شوف ما عندي غير مخططين المخطط الاول الماس فلو ريت ويا الانلت بريشر. يعني انا شاقه بشويه من يمكن احسي على هاتف قال الاستاذ يعني هذه العلاقات البريشر الدياميتر والطول كانت كلها عند بريشر واحد. قلت له اي صحيح عند نفس عفوا عند ضغط واحد. قلت له بالضبط عند نفس البريشر. فهنا نفس الشيء الماس فلو ريت ويا الانلت بريشر وهنا عندي هذه درجات حراره وفوليوم فيبر فراكشن هسه اوضح لكم اياها وعندي هنا شنو الفلو كوركشن فاكتور ويا الطول اللي هو انا اريد احصله. فشوف طلاب هسه راح نبدي ناخذ مثال بس حتى يعني اذكركم على نقطه احنا تذكرون قلنا هذه الدي سوبر هيتنج وقلنا هذه الكوندنسنج اوكي وقلنا هذه السب كولينج اوكي السب كولينج. فالسب كولينج هي تمثل الفرق بين هاي التمبرتشر ناقص هاي التمبرتشر اوكي. فهسه نجي هنا الكابيلاري تيوب is to be selected to throttle
0.011 كيلوغرام بير سكند. هذا الشيء يقول لك انه الكابيلاري تيوب شو يسوي؟ طبعا يسوي ثراتلينج بروسيس. ثراتلينج يعني خنق، هو صدق خنق، البريشر عالي بدايه الكابيلاري تيوب، بعدين ينخفض يصير ضغط قليل. فهو شنو عمليه الثراتلينج بروسيس؟ الثراتلينج بروسيس معناها خنق، خنق للضغط وتقلل الضغط. ايش قد الماس فلو ريت؟ شو 0.011 كيلوغرام بير سكند، هاي كتبوها لكم. بعد ذلك قال لك الفريون 12، فريون 12 ماكو مشكله، والكوندنسنج بريشر 960 كيلو باسكال، اوكي هم صحيح 960 كيلو باسكال، والتمبرشر 35، هاي الانترنج 35 هم عرفتها، والايفابوريتر ماينس 20، معطيني درجه حراره ناقص 20. يقول لي شنو اختار؟ شنو البور اند ذا لينث، عفوا هاي اللينث يعني القطر، واللينث مال الكابيلاري تيوب. فش تسوون؟ اكو بروسيجر ثابت، بروسيجر من خطوتين فقط تطبقها، شوفوا ممكن تحسب اي شيء. اول شيء هذا طبعا الحل، شوفوا فقط هذا الحل، هذا لهنا ويخلص. شوفوا اول شيء احنا ما دام قلنا فريون 12 فنحتاج تيبلز. هذا التيبلز المواضح، شنو المواضح؟ هسه دقيقه. فإذا هسه احنا هنا نرجع بالسؤال، ايش قايل لنا؟ قايل انه اليابل ترى الفريون اللي عندك هو فريون 12، اوكي ماكو مشكله فريون 12. بس قبل لا نبدا بالحل نجي نشوف احنا شنو الفيجرات اللي نحتاجها. نحتاج هذا الفيجر اللي هو 13.7 بالكتاب عندكم. هذا 13.7 يمثل علاقه بين الماس فلوريت ويا الانلت بريشر، اوكي. بس شنو ياخذ؟ ياخذ فيبر فراكشن، هذا الدايجرام، اوكي. في حال انه احنا ايش قلنا؟ قلنا مرات احنا منها يبدي، من هنا يبدي الفريون، يعني اوكي مرات اكو منظومات سيئه التصميم، يصير هنا عندي كميه بخار وهذه غلط، انا لازم احاول قدر الامكان قدر الامكان هذه المنطقه صاعتها اكون اخلي هنا كله ليكويد، والفيز تشينج اخليه يصير وين؟ كله بالايفابوريتر، لان الليكويد يعطيك سعه تبريد قويه، البخار ترى المتولد هنا ما يفيدني، اوكي ما يفيدني، ما يفيد بالتبريد، راح يصير لوسز. فكل ما يكون هنا كميه الليكويد اكبر هذه افضل. فاذا هذه يمثل شنو؟ الفيبر فراكشن، في حال انه فرض انه اي تخلي تو فيز فلو، اوكي هذه تمثل الساتوريتد ليكويد لاين، يعني اللي هي تمثل موقعها وين في حال انه واقعه هنا، يعني الانلت بريشر. واحيانا توصل نقاط يصير سب كولينج، اوكي سب كولينج اللي هي سب كولينج هنا يعني تصير واقعه، نفس هاي الحاله هنا تصير واقعه، اوكي، واللي هي باغلب المنظومات هيك تصير. فهسه نجي احنا هذا الدايجرام الاول عرفنا شنو يمثل، هاي سب كولينج، اوكي هذا ساتوريتد ليكويد، يعني هنا أنا كله سب كولينج، هنا أنا ليكويد 100%، هنا لا، هذا اللاينز يمثل لي شنو؟ يمثل لي اكو كميه بخار، بس هو اعطى قيمه تقريبيه، قال لك كميه البخار المتولده شوفوها شلون قليله 0.05 او ماكسيمم 0.1، قال لك هي هاي التصاميم، اذا اكثر من هاي لا، هذا المكيف او شيء راح يصير اداء سيء وما راح يعطيني سعه التبريد اللي انا اريدها. بعد ذلك عندي شنو؟ عندي هذا الفيجر يمثل علاقه بين الفلو كوركشن فاكتور ويا الطول مال الكابيلاري تيوب، اوكي، ويا القطر. هذه هسه هم راح نوضحها، بس شنو عندكم تخلون بالكم؟ احنا نحتاج هسه الجداول مال فريون 12 وايضا فريون 22، انا يعني منطيكم اياها ذني مخليهن هنا، اوكي؟ هسه احنا بهذا السؤال منطيني فريون 12، فريون 12 منطيني اياها، فهسه ايش راح اسوي؟ راح ابدي بهذه، راح اخذ لها صوره، اخذ لها صوره هذه، اوكي هذا الصوره هنا اللي ماخذ لها، وراح اروح على جداول البخار حتى نتابع شلون نختار او شلون نبدا نحل. الحل يبدا كالاتي، هذا الحل فقط. اول خطوه نقول فروم تيبل ار 12، من الجدول مال ار 12 نروح على الجدول ار 12، تيبل اوف ثيرمو فيزيكال بروبرتيز اللي هو هذا عنوانه. احنا البريشر مو معطينها 960 اوكي كيلو باسكال، ممكن نحسب التمبرتشر اللي مكافئ له اللي هي هذه، شوفوا هذه التمبرتشر وهذه البريشر، اجي اشوف ها بالكيلو باسكال اشوف وين طبعا الفريون 12، اريد اشوف شنو؟ اريد اشوف التمبرتشر، التمبرتشر هذه ايش قد اللي تكافئ لي 960 كيلو باسكال، يعني مثل ما تلاحظون 960 كيلو باسكال هذه، فاروح انزل على 960 كيلو باسكال، انزل على 960 كيلو باسكال، هذه 960 كيلو باسكال، اوكي ايش قد التمبرتشر مالته؟ 40، فراح اقول انه التمبرتشر اللي حسبتها من الجدول 40، اوكي، لكن هو مطين التمبرتشر الانتر ايش قد؟ 35، فمعناه راح يصير عندي سب كولينج، يعني انا هنا عندي شنو؟ عندي هنا 40، اوكي هنا عندي 40 التمبرتشر اللي هي شنو؟ مكافئه للبريشر 960،
الساتوريتد، بينما النقطة هنا المنطنياها 35، اوكي منطنياها 35. فهذه ال 35 اللي منطنياها انا لازم اطرح هاي شنو، اطرح 40 من ال 35 حتى اطلع شنو السب كولنج، اللي هو وين اقصد بيه السب كولنج، اللي هو اقصد بيه هذا حتى يصير على الدايجرام هذا، يعني هذا السب كولنج قد 5. فما صار عندي 5، مجرد انه انا اقول يا ابو هذا الانلت بريشر ايش قد عندي 960 تقريبا، ارسم الخط العمودي هذا، اوكي هذا الخط العمودي اثبته بال 960 تقريبا هنا. بعد ذلك السب كولنج اللي هي طرحتها ايش قد طلعت لي، طلعت لي 5. فمجرد هنا ارسم الخمسة هنا يعني قاطعها ويا هذا، تطلع عندي شنو الماس فلوريد. هنا انتبهوا عليه، من طلعت الماس فلوريد مباشرة لازم أربطها ويا الكوركشن فاكتور. هذا الكوركشن فاكتور شي يساوي لي الأكتوال ماس فلوريت على الفيجر فلوريت. الأكتوال فلوريت اللي هو ينطنيها بالسؤال إيش قد، منطنيها بالسؤال نرجع نشوفها بالسؤال إيش قد، هذه 0.011 كيلوغرام بير سكند. أقسمها على شنو، على الآن حسبتها، أوكي على الماس فلوريت اللي نسميها من الجدول من من الفيجر، أوكي إيش قد 0.0088. فمجرد أقسم الأكتوال ماس فلوريت على الفيجر فلوريت راح تطلع عندي 1.25 اللي هي شت مثل 1.25، تمثل هذا 1.25، أوكي هذا 1.25 وينها هذه تقريبا بين الواحد وال 1.5 1.25. فمجرد شنو هسذني حتى ما أدوخكم بهن راح أنا أسويكم إياها، هذه راح أنزلهن شوية، يعني هذه أنا أرسم خط هوريزونتال أفقي، خط أفقي هذا الخط الأفقي يقطع لجميع الأقطار. من قطع جميع الأقطار أنا أجي أرسم هذه التقاطع الخطوية، هذا الكيرف وين يتقاطعون بهاي النقطة، أوكي أرسم هذا هنا الخط، بعد هذا الخط الأحمر يتقاطع ويا من ويا القطر 1.63 بهذه النقطة أيضا أخليها هنا، وهذه يتقاطع بهذه النقطة يتقاطع لوين بهاي النقطة أيضا هنا. فهسه نجي نشوف، شوفوا نسقط الدياميتر هذا إيش قد يريد لقطور تقريبا بين الـ 0.5 والـ 1، إيش قد هذا القطر 1.5 صح لو مو صح، هذا الكيرف يمثل 1.5 فيحتاج لقطر إيش قد تقريبا 0.7. جيت على هذا الكيرف الثاني يمثل شنو القطر 1.63، أوكي 1.63 شو أسقطها أشوفها تطلع بين الواحد والاثنين تقريبا أقول 1.3، أوكي تقريبا. بعدين شنو شفت الخط الأحمر يقطع لي الكيرف أبو 2 متر عفوا مليمتر، فأشوف وين يقطعها تقريبا بالأربعة مليمتر. فمجرد نسوي سامري نقول يا با هذا الديامتر مالتك، هذا اللينث مالتك، هيك تطلع عندك. هذا طلع فيه ما يخص الجرافيكال ميثود، يعني معناها انه انت شنو من يجيك منظومه بها يا با الانلت بريشر تقيسه والماس فلوريت كذا، وهذه تقدر تقيسه بالثرموكابل وتعرف نوع الفريون، تروح للجدول مالتها 1 2 3. انت يعني هسه بالممارسه، يعني انا لكم هسه تمارسون، بس غير لي شنو، غير لي البريشر خليه 10000 خليه 560 وشوف الفرق بيناتهم، اوكي راح تصير العمليه جدا واضحه. اخر شيء تسوي سمري تقول يابا بالتصميم، تروح انت للديزاينر او للمهندس او للتقني تقول له يابا انت عندك 1.5 تريد لك هيك طول، تريد لك هيك قطر، اوكي هذا 1.2 متر لينث، تريد قطر 2 ملم تحتاج شنو تزود شنو اللينث. وهذا طبعا يتوافق ويا النتائج اللي انا عرضتها عليكم قبل قليل بالبحث هذا، بحيث شنو انه كل ما يزيد القطر الطول مالته يزداد. هذا طلع فيما يخص الجرافيكال ميثود، واضحه طلاب؟ شوف هسه انا شو اللي اريد من عندكم، بس تعيدون تغيرون بالارقام على كيفكم حتى شنو تصير واضحه العمليه لكم. العمليه سهله بس راد لها مجرد ممارسه. تفضل. اي البوينت أنا أقول لك شوف حتى ما أدوخك بيها، هذه البوينت 0.088 هذا شو تمثل اللي حسبتها أنت من الفيجر، يعني شوف شلون ركزوا يعني. أنا مو عندي ماس فلوريت هنا ويا من ويا الانلت بريشر، هذه الماس فلوريت ضياع اللي أنت سألتني عليها أحصلها من الفيجر، بحيث أنا حتى ما أدوخكم بيها كاتب لكم شنو وينها الفيجر فلوريت من الفيجر اللي أحسبها. الأكتوال فلوريت هذا اللي هو ينطنيها بالسؤال، أوكي واضحة شلون؟ واضحة ضياء؟ يعني من الفقر أي، وهذه من الفقر البوينت 0.088 من الفقر. يعني شوف مو أنت عندك الانلت بريشر هم ينطيك إياها بالسؤال، كتبوا يمكم يعني سجلوها يمكم، هذه ينطيك إياها بالسؤال، وهذه الصب كولينج أنت حسبتها هو مطيك التمبريشر 35،
اوكي 35، وانت راح تعجز اداول، شفت انه بال 960 يقابلها ايش قد؟ روح عجز اداول مثلا جداول هذه شفتها بال 960، هذه بالبريشر 960 ممتاز يقابل لي 40، وهذه سب كولنج راح يصير عندي، يعني انا عندي 40 اوكي هنا انا 40 وقايل لك ويدخل للكابلر تيوب 35، فهذه سب كولنج اسمها، بس سب كولنج لازم اخليها بنظر الاعتبار، فلان اخليها ليش؟ لان احتاجها بالفيجر، فانا طرحت 40 من 35 اوكي طلعت عندي هذه، يعني شوفوها هذه سب كولنج، شوفوها طلاب هذه السب كولنج اللي يصير اوكي، فهذه الدي يعني 35 اللي يدخل هو للكابلري، واللي احنا حسبناها مقابله لل كوندنسنج بريشر اللي هي 960 يا بتعال هذه ايش قلت 40 35 اطرح انت تطلع عندي شنو 5، هذه الخمسه اروح اشوف وين مطيني لها سب كولنج 5 سب كولنج 10، هو ما متوسع بس 5 و10 مجرد تقاطع هذا الخط اللي هو 960 ويا من ويا الخمسه وترسم هذا الخط الهوريزونتال يطلع عندك الماس فلوريت تقريبا 0.088. هذه واضحه باب الطلاب. شكرا. لا بسيطه عمار، شكرا جزيلا طلاب، انا هسه راح ارفعها على جوجل كلاس روم. شكرا جزيلا.